السلام عليكم ورحمة الله، معكم نوردين من قناة حل الصباغة. اليوم في هذا الفيديو بغينا نهضروا على برودوي جالاكسي اللي كنخدموه واحد الشهر ولا شهرين. كاينين بعض البرودويات كيتقشروا، كيرجعوا نخدموا البرودوي تاعنا كيدوز واحد الشهر ولا شهرين كيبداو هذوك الحبيبات يتقشروا يتجلفوا هكا. مناش للمشكل، هو كاينين بعض البرودويات كيكونوا ناقصين من الكولا، اللي كتكون فيه كولا جاية ترونسبار ماشي بلو هاكا. انا واخا هذا عندي منتوج مزيان، ديما كنشري كولا غريفي حج كيلو ولا ثلاثة. هي الا كانت عندك كمية كبيرة تشري سطلة كيما كتاع 4 كيلو، كتبقى كل فين ما تحل القوطي كيما هاك كتبقى تزيد فيها واحد الكمشة تاع هاكا حفنة ولا زوج وتخلطها، عاد تخدم المنتوج تاعك. شوف نخدم فيها، راني شرحتها في حل الفيديو السابق، وهاد المعلومة ما كايناش في اليوتيوب بزاف، بغيت نشاركها معكم. راني شرحتها في فيديو سابق كما تشوفوا. كتزيد الكولا غريفي تخلطوها، المهم انايا كنت خلطتها وكملت لي الكولا. حتى هذه راه عندها جودة عالية ما نخافش منها. صح كنقول لكم كاين بعض البرودويات كيكونوا الجودة عندهم ناقصة. المهم كتشري كولا غريفي كتجنب الاخطاء وكل المشاكل، كتشريها ككيلو ولا زوج، قادر الكولا تاع اللوحة هذيك تاع الخشب تلجم ديرها، حتى هي ديرها هنايا. لما كانش عندك كولا غريفي تلجم دير تاع اللوح، ديرها ككمسة ولا زوج في القوطي تحركها وتخدم. كما تشوف راني نخدم فيها هنايا مازال خضراء. هادي على الفوندو، هاني تخدم على الفوندو. نتمنى من الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وشكرا لكم.